وسهلا فيكم مشاهدينا. 11 سنة عمر جمعية هدية الحياة الخيرية، يمكن سنوات عمرها فتية يعني قد يقول البعض، ولكن بالفعل بها ال 11 سنة استطاعت أن تعيد الأمل وأن تكون هدية بكل ما تحمل الكلمة من معنى لهدايا ربانية. هم أطفال بيعانوا من عيوب خلقية تحديدا في القلب، وطبعا يعني لا يملك أهليهم ثمن العلاج أو الاستشفاء أو العمليات. أيادي بيضاء تعمل بصمت بالفعل حتى ينعاد هذا الأمل لمجموعة من الأطفال، ليس فقط في الأردن ولكن أيضا لمجموعة من أطفال العراق، اليمن، سوريا وغيرها، سواء القاطنين يعني من اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية أو أيضا من يأتي خصيصا، لأنه متأكد أنه جمعية هدية الحياة الخيرية لن تعيده خائبا. التفاصيل عن جمعية هدية الحياة الخيرية راح تكون مع المهندس نائل مشربش، مشرفنا وهو رئيس تنفيذي لهذه الجمعية في الأردن. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أيضا يعني ضيف عزيز جدا هو جاد. جاد عمره سنة ونص، جاد بثلاث أشهر، هاي والمرحبا. جاد لما كان عمره ثلاث أشهر فعلا عمل هذه العملية. أمه وأهله كلهم يعني استثنائيين، والدته بالفعل يا أسطورة يعني، وهلأ رح تسمعوا قصتها وقصة جاد. الأستاذة رندا عبد العزيز، وهي امرأة ريادية قيادية ناجحة وبتحضر لدكتوراه أيضا. أهلا وسهلا أم سيف. أهلا نستحكي لك أم جاد إحنا حبيبتي. بهذا اللقاء أهلا وسهلا. أهلا فيك. تعرفي يعني بعيدا عن التقليد بدي أبلش معك ومع جاد، شو بتحكي اليوم للمشاهدين عن جاد وبعدين نسمع أكثر عن مهندس نائل؟ بحب أحكي أنه أول شيء صباح الخير، شكرا على الاستضافة اللطيفة. احيانا في حياتنا محطات كثيره ما بنكون نعرف شو الخير او وين الاشي الجميل، فسبحان الله يعني بتخيل انه كان جاد من اجمل محطات حياتنا. نعم. فيعني بهالصباح الباكر وانا جاي انا وياه عم بحكي قد ايه مرقنا بسنه ونص كانت مليانه مليانه مواقف، مليانه تحديات، تحديات. نعم. كانت لحظه امل ولحظه يعني الم، الم بالضبط طبعا. وسبحان الله يعني مع جيفت اوف لايف اللي هم جولا، كانها يعني الفرج طلع علينا. شو ماله جاد؟ يعني احكي للمشاهدين شو كان جاد. جاد طبعا ب 5/8/2016 انخلق، وبعد 4 ساعات من ولادته خبرونا انه متلازمة داون. نعم. فما كنا نعرف شيء عن متلازمة داون وعن مشاكلها وعن اشياء اللي فيها. وبعمره كان تقريبا 27 ساعة. نعم. اكتشفنا انه عنده تشوه خلقي في القلب صعب جدا جدا جدا، واحتمال كبير انه ما تستمر حياته، فارق الحياة. الله يعينك. كيف تلقفتي الخبر؟ يعني كيف تلقيتوا الخبر؟ يعني كانت صدمات ورا بعض، بس كانت اصعبها موضوع القلب طبعا، لانه شيء غريب بالنسبة لنا، مجهول. دائما الانسان الشيء اللي بيعرفه بيعرف كيف يتداركه. صح. صح. بس لما تسمعي اخبار ورا بعض ورا بعض وانت مو متحضرة لها ابدا. فكانت هي الصدمة الكبيرة لما عرفنا انه معاه تشوه خلقي في القلب، 3 ثقوب صعبة كتير، الدم الفاسد مع الدم المنيح بالجسم. وبتعرف ان يمكن انا واحدة من الناس طبيا ما عندي كتير هذا الإلمام، بس هلا ما شاء الله عليك يا بالامراض امراض القلب تحديدا. نعم. فلما صارت مشكلة جاد معانا كانت يعني الحيرة والتعب والألم، يعني كنا هيك عم نتدرب يعني مش عارفين وين نتوجه، مش عارفين لمين نروح. كمان بحب أشير هون لنقطة إنه جاد ما عنده جنسية أردنية. ويمكن هذا كمان عمل معضلة تانية. نعم. أنت زوجك غير أردني؟ زوجي غير أردني. أنا أردنية وزوجي غير أردني. أيضا بدينا بمشكلة تانية إنه جاد مش مأمن صحيا كمان. طبعا هي دائما بنقولها، هي لحظات انا بديت هلا وانا احكي فيها بالذكريات انها لحظات جميله، انه كنا تجربه جديده، لكن لما كنا عايشينها صعبه جدا، صعبه جدا. نعم. جدا ما بتنذكر. بيت كامل يعني كنا نعيش ونصحى ونقوم كل يوم، انه كل يوم وين بدنا نروح، لمين بدنا نلجا، مع مين بدنا نحكي. كيف يعني الله سخر لك جمعية هدية الحياة الخيرية؟ هذا رضا والدين انا بقول، انه عرفتي عنهم ايضا. اكيد اكيد. طالبة من طالباتي انا كنت مس ودرست طالبات، فاجت تزورني هي بحب اصب عليها آية،
اجت تصور جاد، هي موهوبه بالتصوير. نعم. فاجت تعمل لي مفاجاه وتعمل لجاد صور ما كانت عارفه لسه عن التفاصيل. نعم. وانا بحكي انا وياها بتقول لي انت ايش اكثر شيء انت زعلانه عشان جاد داون سيندروم؟ قلت لها طبعا لا، يعني هذا شيء من رب العالمين احنا راضيين فيه، بس انا اللي مقالمني موضوع القلب. نعم. موضوع القلب. فهي واقفه عندي وعم نعمل يعني هيك بالغدا مع بعض، لقيتها عم بتنط بالمطبخ وبتقول لي جولا جولا جو. انا ما بعرف شو جولا. جولا للمشاهدين جيفت اوف لايف اسوسيشن، اللي هي جمعيه هديه الحياه الخيريه. بالزبط. نعم تفضلي. فانا طبعا الغريق بتعلق بقشة. فانا مو فاهمه مين جولا، واصلا جولا حروفها اول مره بتمر علي. جول يعني بس هي يعني خلاص هذا الهدف. نعم. هلا هي عم بتنط قد ما كانت محمسه. الثقه اللي كانت معبيه ايه انعكست علينا كلياتنا. فبدينا كلياتنا عم بنقولها انه حتى اخواته بالبيت انه طب شو يعني جولا مين جولا؟ قلنا لها، قالت لنا جولا جيفت اوف لايف اللي هي هديه الحياه. جمعيه طبعا هي كانت عن طريق الله يرحمه المرحوم مصطفى ناصر الدين. نعم. فورا حكت معه تليفون. قالت له انه انا في عندي طفل هيك، ما سأل ولا سؤال، ولا جنسيه ولا دين ولا وضع ولا شيء. يعني يمكن انا مريت بتجارب كثير بحياتي صدقا، ودائما تعرفي تصديق اوراق والاسئله الكثيره والتعداد والولول هون لقيت إشي عم بمر بسلاسه بسهوله ببراءه، لانها النيه خالصه، النيه صادقه، والنيه انسانيه فقط. 100%. يعني هذا هو السبب اعتقد. مهندس نائل يعطيكم الف عافيه. انا بعرف من ام سيف ام جاد انها بتدعي لكم هي وعائلتها كلهم في صلواتها دائما، يعني يكفيكم هذا. نعم. صدقا. نعم. تحكي لنا اكثر عن هذه الجمعيه قبل 11 سنه، شو اللي خطر على بالكم؟ هي بسنه 2006. نعم. مجموعه من الروتاريين الاردنيين. انا معك بس انا كمان يعني جاد بصراحه مش قادره الا نهتم فيه، فتفضل. مع وحده كانت من الجيش الامريكي. نعم. هون اسمها ماريكي. اوكي. فصار في حاله لطفل عنده تشوه خلقي في القلب. تمام. فهدول المجموعة الروتاريين اجتمعوا وقرروا انه يسووا هاي الجمعية. نعم. من خلال هاي الحالة، هي يعني من خلال هاي الحالة. نعم. فهاي الحالة اخذوها وقتها على امريكا وتعالجت غاد، لانه هون ما كنا لسه متحضرين ولا كنا. نعم. عاملين اي شيء. نعم. هون فاخذوها وقت على امريكا وتحضر وعملوا العملية ونجحت. نعم. هلا بعدها بلشوا يفكروا بالموضوع انه هذا مرض يعني منتشر. مزبوط. يعني ويعني هلا نحن يعني من كل طفل، من كل 100 طفل بنولد في 1% بيكون معهم تشوه خلقي. رقم كبير. خلقية. رقم كبير. يعني ومنهم 25% لازم ينعمل لهم يعني يا انه قسطره يا انه عمليه جراحيه يا انه هذا. فارتقوا انه ياسسوا هاي الجمعيه. عرفتي كيف؟ فاسسوها بال 2006. تمام. بعدين سجلوها بوزاره التنميه الاجتماعيه بال 2007 تسجيل رسمي. الحمد لله. وبلشنا. نعم. من هذيك الايام 11 سنه لغايه هلا نحن 410 اطفال. 420 يعني طفل ويزيد عن هذا. نعم. الرقم. والجميل. نعم. انه الفريق الطبي هو فريق اردني، يعني اهم كفاءات نتحدث عن جراحه القلب. نعم. وايضا فريق امريكي ياتي. نعم. كل عام. نعم. دخلنا بهذه الأجواء تحديداً. الله. أوكي. هلأ بالنسبة للعمليات نحن نتعامل مع فريقين، فريق الأردني اللي هو عن طريق الدكتور بسام العكشي طبعاً وأحمد عربية طبعاً، وجه لهم كل التحية. كل التحية طبعاً. نعم. بعدين كل الأطباء تبرع مجاناً بجهودهم. أكيد. بوقتهم. أكيد. ما يعني ما بتقاضوا أي شيء. بعدين في عنا الفريق الأمريكي اللي هو دكتور مارك تورنتاين، هدول عن طريق رايلي تشيلدرنز هوسبيتال اللي بإنديانا بالولايات المتحدة. هدول برضو كل سنة بيجوا للأردن، ما في سنة ما يجوش. يعني يعني كل سنة بيجوا مرتين ومرات ثلاثة. وهلأ عادي يعني هلأ صاروا ثلاثة أكثر، يعني آخر سنوات صاروا ثلاث مرات يجوا. يمكن لأنه الاحتياج أكثر مع وجود اللاجئين والمنطقة، وعادين نشتغل على أساس أنه يجوا أربعة وإن شاء الله. إن شاء الله. كل مرة يعني هلأ مثلا صار زي كأنه معروف أنه بشهر 3 بشهر 8 وبشهر 11 مارس وأغسطس ونوفمبر، فهدول 3 أشهر دائما بيجوا فيهم
الفريق الامريكي وبيعمل عمليات. نعم. طبعا الفريق الاردني نحن بنعمل عمليات مع الدكتور بسام العكشي كمان، زي مثلا برمضان عملنا عمليه. نعم. حمله رمضان السنه الماضيه. السنه هاي بدايه السنه هاي كمان عملنا حمله السنه الجديده 2018. نعم. مع الدكتور بسام العكشي. يعني امتى ما بصح لنا وقت، وامتى ما بصح لنا خلينا نحكي كمان مصاري، يعني خلينا اكيد دعم. كنت اسالك عنه. يعني صح، الاطباء عم تتبرع بوقتها وعم تكون مبسوطه كثير، هي رساله يعني بالنهايه. ولكن التكاليف الاخرى اكيد انتم بتتحملوها، يعني اقل مثلا تكاليف زياره الوفد الامريكي فرضا من هناك. المستشفيات، الكادر وغيره. قد ايه تقريبا بتكلف عمليه كل طفل؟ لانه في كثير ناس بتحب تدعم شيء وتلاحظ الفرق. يعني هذا الطفل انت اكده كان يمكن لونه بنفسجي او ازرق مع اختلاط الدم الفاسد، شوف هلا هذا اللون الوردي وصار يمشي ما شاء الله عليه ومثله متايل يعني. فبشعر الواحد بقيمه مختلفه من خلال هذا النوع من الدعم. بالنسبه للتكلفه، نحن اقل عمليه بتكلف حوالي 4000 دينار. نعم. بتوصل لغايه، نحن في عندنا زي مينيموم ماكسيموم. نعم. يعني هلا حتى المستشفى الخالدي، المستشفى الخالدي في فواتير مثلا تطلع اكثر من الاعلى، الحد الاعلى بتبرع بجزء منها هو، بس بعطينا بس الحد الاعلى. نعم. اللي هو حوالي 9000 دينار. فمن 4 ل 9 معدل 6000 دينار بتكلف العمليه. هلا هاي التكلفه شو هي؟ هاي التكلفه عباره عن المستلزمات اللي بتستعمل بغرفه العمليات. طبعاً. غرفه العمليات نفسها والاجراءات اللي فيها. مثلا هم بيعطونا دائما خصم كمان خاص على الاقامه وعلى كل شيء، يعني مستشفى الخالدي داعم رئيسي. نعم. بالنسبه لنا كمان. فحوالي 6000 دينار بتكلف كل شيء. شوف 6000 دينار الواحد لما يفكر قد ايه، يعني هذا المبلغ بيعيد حياة طفل. يمكن هذا الطفل يكون رئيس وزراء، يمكن يكون قائد، يمكن يكون موهوب. نعم. يمكن يكون طبيب قلب يعني بسبب هذه المعاناة. يعني قديش الواحد عن جد بيشعر بالحزن مرات انه هذا المبلغ الزهيد لولا وجود مؤسسات مثلكم وجمعية مثلكم، هدول الاطفال بنخسرهم مقابل لا شيء يعني. طبعا. قد نقول طيب هلا بكرة ايضا عندكم زي فندريزنج او حفل دعم يعني يعني تجميع تبرعات، نحكي عنه بليز. هذا هلا نحن من السنه الماضيه احتفلنا السنه الماضيه بالعشر سنوات لتاسيس الجمعيه. نعم. عملنا حفل، لقينا انه نعمل حفل عشاء خيري، انه منه الناس بتيجي بتشوف عن انجازات الجمعيه. منه بتشوف عن شو نحن الدكاتره حتى بكون. نعم. وقتها اخترنا الوقت اللي هو بشهر 3. صح. اللي هو بكون فيه كمان الوفد الامريكي. نعم. بكون. نعم. هلا مثلا طبعاً. نحن عندنا حمله بمستشفى الخالدي بدنا نعمل عمليات لعشر اطفال. هلا قاعد بتصير عمليه، لا سوري، الساعه 9 بتبلش عمليه رقم 5. ما شاء الله. هلا امبارح عملنا عمليتين، قبل امبارح عملنا عمليتين، اليوم عمليتين، وكمان عمليتين كل يوم لغايه يوم الاربعاء. بعدين الخميس بعطوا لحالهم يوم هم عشان يراقبوا الحالات كلها. صح. ما بعطوا يعني، عرفتي كيف، ما بسافروا دايركت. فبخلوا يوم عشان يشرفوا على الحالات، خاصه الحالات اللي بدها تنعمل يوم الاربعاء. نعم. ويوم الجمعه مسافرين، فهاي الفتره في عندنا 10 حالات راح تنعمل. شو انطباعهم؟ بدنا نسمع الدكتور خالد يعني يحكي لنا اكثر عن التفاصيل، بس شو انطباعاتهم؟ هذا الوفد الامريكي اللي ايضا يعني بتفرج بعين كثير كبيره من الرضا للجمعيه وللاجواء يعني في الاردن، وحتى بشغلوا اعلامهم من. نعم. هناك يعني بلش. نعم. يتحدث عن هذه. نعم. التجربة. نعم. هلا لما اجى الوفد الامريكي من غاد كان في لقاء تلفزيوني معهم بالمطار. صح. بتلفزيون من امريكا. نعم. انه هم جايين للاردن وبدهم يعملوا هاي العمليات، وبدهم وبيحكوا عن كم من مرة بيجوا للاردن وكم من مرة بنجزوا. نعم. هاي العمليات. فيعني اعلاميا بامريكا صارت. صح. معروفة انه بيجوا للاردن. نعم. بعدين هم يعني داخليا بتلاقيهم في عندهم رضا بالنفس بس يخلصوا. طبعا. يعني ما امتع انه الانسان ينقذ طفل. شوف بالنهايه نختلف نتفق مع السياسة الأمريكية، في كتير أشخاص عندها يعني نقطة أو علامة استفهام على هذا الموضوع، لكن الإنسانية بتوحد الجميع. لما الواحد رسالته تكون إنسانية
دينه وقيمه ومبادئه، يعني هي الإنسانية أيضا. ما عندنا مشكلة إحنا أبدا. بنرجع بالمزيد من الحديث، لك تحكي لنا مين راعي الحفل بكرة، لأنه هذا كمان جزئية مهمة للناس. ولكن خلينا نصبح على الدكتور خالد السلايمي. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا أهلا دانيا، كيف أمورك؟ أنا تمام، مشتاقة جدا. يعني لن أنسى أبدا العام الماضي لما أنا أيضا تشرفت وكنت جزء، يعني لو جزء بسيط جدا من هذه الرسالة الإنسانية، كيف الأطفال تدافعوا حتى يحضنوك. الله، شو الأثر اللي بتعمله حضرتك وباقي أعضاء جمعية هدية الحياة الخيرية؟ احكي لنا بداية قبل ما نحكي بالتفاصيل الطبية. الله يسلمك. أول شيء يسعد صباحك. أهلا يسعد صباحك نائل والجميع المستمعين. جمعية هدية الحياة ميزتها إنها تعطي فرصة للأطفال، أولاد وبنات، إنهم يعيشوا حياة طبيعية ويشعروا بالنشاط والحيوية، وإنهم يلعبوا وينطوا كباقي الأطفال. نعم. وبالتالي هي فرصة أمل، هي فرصة للحياة، هي يعني شيء للناس اللي محرومين من الوصول إلى رعاية طبية. وبالتالي جمعية هدية الحياة تفتح باب لهالناس اللي ما قادرين يوصلوا لرعاية طبية، ولا يعني ممكن وضعهم المادي لا يسمح، أو ظروفهم المعيشية اللي هم كتير منهم لاجئين، وبالتالي الوصول لعمليات قلب أطفال بيكون صعب جدا. طيب. وبالتالي جمعية هدية الحياة تفتح باب وأمل لهؤلاء الناس وهؤلاء الحمد الأطفال. لله الحمد لله. دكتور طبعا. يعني بعجالة نتحدث شوي عن الشق أو الجزء الطبي، يعني مثلا بالنسبة للأهل، هلأ التجوهات الخلقية تحديدا أو عيوب اللي بتكون في القلب يمكن من التشوهات اللي بتم اكتشافها يعني في البدايات، بس شو اليوم بتقدم يعني نصيحتك التوعوية للناس تحديدا فيما يتعلق بالتشوهات الخلقية في القلب؟ هي النصيحة الأولى لزملائنا أطباء الأطفال، لأنه هم خط الدفاع الأول أمام التشوهات الخلقية، لأنه نعم. الطفل المولود يتم فحصه مباشرة في معظم دول العالم وفي الأردن كمان وحتى في الدول المحيطة من قبل طبيب أطفال. نعم. فطبيب الأطفال إذا سمع أي يعني شك أنه في تشوه خلقي في القلب، عليه أن يستشير طبيب قلب أطفال. نعم. طبعا أحيانا في بعض التشوهات الخلقية رانيا ما بتم يعني الشك فيها أو التحقق منها عند الولادة، فبتروح لقدام. نعم. هلأ الأهل إذا لاحظوا أنه في إزرقاق بالرضاعة، إذا لاحظوا أنه في تعب عند الرضاعة، نعم. إذا لاحظوا أنه الطفل ما عم ينمو بشكل جيد أو في سرعة نفس، فهذه كليات أعراض يجب الانتباه إليها، للانتباه على أنه تشوهات خلقية يجب أن تكون حاضرة في الذهن، يجب أن تستشير طبيب الأطفال أو أنهم يستشيروا طبيب قلب الأطفال. بمجرد يعني إجراء العملية، طبعا جمعية هدية الحياة الخيرية تقدم هذه الفرصة مثل ما حكيت، فرصة الأمل والحياة لمن لا يستطيع تحمل تكاليف العملية، ولكن بمجرد إجراء العملية هل بالفعل الأطفال بيستطيعوا أنهم يعيشوا ويكملوا حياتهم عادي؟ نعم طبعا، الجواب نعم. احنا بنقول لهم للأهل بقى 3 لـ4 أسابيع بعد العملية ويستطيع الطفل ممارسة حياته الطبيعية كاملة. نعم. معظم التشوهات الخلقية بعد ما نخلص عملية الطفل بصير إنسان طبيعي. نعم. بعض التشوهات المعقدة مثل البطين الواحد اليوم عم تثبت الدراسات إنهم قادرين إنه يكون عندهم لياقة بدنية وأداء رياضي قريب جدا من الطبيعي. نعم. دكتور خالد، يعني هيك نصيحة أخيرة، وهل بالفعل يعني صفحة جولا أو Gift of Life Association ما شاء الله صفحة فاعلة جدا، قدي كمان يعني بيكون لك دور في نشر الوعي وزيادة الوعي حول هذا الملف تحديدا؟ التشوهات الخلق، أنا بحكي للجميع، التشوهات الخلقية في القلب هي أكثر التشوهات الخلقية التي تصيب الأعضاء في الجسم، وهي أكثرها أثراً على وفاة الأطفال، وجمعية هدية الحياة موجودة للمساعدة في إعطاء فرص حياة وأمل لحياة جديدة سعيدة نشيطة للأطفال في الأردن
والمنطقة المحيطة إن شاء الله. شكرا جزيلا. يعني هو هذا الأمل للأطفال وأهلهم، ولكن نحن بحاجة أيضا لهؤلاء الأطفال، لأنه يوما ما رح يكون لهم دور كتير كبير طبعاً. ورسالة مهمة طبعاً. يعني في النهوض بالأردن بالأمم بشكل طبعاً. عام يعني طبعا والمنطقة المحيطة إن شاء شكرا الله. جزيلا دكتور خالد السلايمي، الله يعطيك ألف عافية، ممتنون. أهلا وسهلا فيك. خلينا نستفيد هيك بسرعة من الدقائق الأخيرة، نحكي عن المعايير اللي أنتوا على أساسها بتم تقييم الأطفال بنعملوا لهم عمليات. نعم. هلا أول ما يجينا الطفل بيصير في فحص طبي للطفل. هلا إذا أهم شغلة إنه لأنه بيجينا حالات مرات ما بتكون اختصاصنا، ما بتكون تشوهات صح. خلقية. صح. فأهم شغلة إنه يكون هذا اللي نحن نشتغل عليه. من ضمن الاختصاص. من ضمن الاختصاص. نعم. بعد هيك بنحول الملف على البحث الاجتماعية. نعم. بحث اجتماعية بتعمل تقييم اجتماعي للحالة الاجتماعية للأهل الطفل. نعم. هل هم مقتدرين مش مقتدرين؟ صح. هل هم يعني مأمن مش مأمن؟ يعني مثلا هذه الحالات موضوع التأمين كمان. هلأ الأردنيين يعني الحمد لله أنه المدينة الطبية تعالج الأطفال الأردنيين مجانا اللي عندهم رقم، ولكن في حالات مستعجلة، في صح حالات مرات صح ما بقدر اضطرارية على طول بنقدر انه يعني انه نحن نقيمها ونشتغلها. نعم. نحن بنشتغل الاردنيين، بنشتغل من فلسطين، بنشتغل من سوريا، من العراق، من اليمن، فيعني نحن كل الجنسيات انا متفرج على صور طبعا هلا كمان ومشاهدين. نعم. فبتيجي بعدين بيجينا تقرير عن الحالة الاجتماعية للطفل. وقتها نحن ك يعني بورد من هيئة إدارية بنجتمع بناخذ كل هالفايلات وبنشتغل عليها، منوافق او ما منوافق على كل حاجه. بدي اترك لك انا اخر دقيقتين تحكي اللي بدك اياه، بس اخر جزئيه مع المهندس نائل، بكره الاحتفال لسه في مجال للاشخاص المهتمين يجوا يحضروا ويتعرفوا اكثر وايضا يساهموا. نعم. اي ساعه تفاصيله؟ من راعي الحفل؟ هو راعي الحفل جاد. الحفل راح يكون على 7:30 بفندق معالي الاستاذ جاد. نعم بفندق الفور سيزن راح يكون، فهو حفل خيري. هو في تيكت للموضوع طبعا. في بده يكون في تذاكر على الباب، فاللي بده يتشرف اهلا وسهلا، يشوف شو نحن بنشتغل، يشوف شو انتاجيتنا. بس يا ريت انه يعني انه يعني خلينا يعني زي ما بقولوها انه الواحد اللي بده يجي زي ما بقولوها يكون عنده الرغبة اللي عنده إيمان بهذه الرسالة التطوعية. نعم. وكل التفاصيل على Gift of Life Association جولا. نعم. أم سيف احكي لنا هيك في النهاية، شو شعورك هلا؟ كيف شفتي جاد؟ قدي أنت فخورة فيه؟ أي رسالة أخرى رسالة بتقدميها لأي حدا عم بسمعنا؟ طبعا بدي أحكي شغلة، انه اليوم الصبح وانا طالعين من البيت فميرا اخته لزاي الى جاد بتقول لي ماما قولي للانتي شغله حبيبتي يا ميرا، قولي لها انه احنا اكثر شيء كان مآلمنا لما كانوا يسالوني لو جاد ضل عنده القلب وما تعالج بيقدر يلعب؟ كنت اقول لهم لا. طب ماما بيقدر يسبح؟ اقول لهم لا. هاي المشاكل اللي نحن بدنا نصير نعالجها او انه بدنا نسويها. هلا الاسبوع اللي قبل الماضي اخذوه معاهم يعني لعبنا بالالعاب الالكترونيه والملاهي، فهاي الشغلة اللي كانت عم بحكيها مبارح لسيد نائل. نعم. فهي أكتر شغلة إنه جولا يعني Gift of Life هم أنقذوا عائلة مش أنقذوا واحد. صح. لأنه لما يكون الإنسان مريض إحنا بنعرف اللي بيمرض اللي حواليه، يعني جاد كان عمره أيام فهو مش مدرك شو عم بصير. نحن اللي كنا صفيره بالليل ما ينيمنا، القلق اللي كنا يعني حتى كنا هاكلانين هم إخواته في المستقبل قد بدهم يتغلبوا معه، فكان يعني انا والده والعيله كلياتها انه كان بس همنا انه لما كانوا يقولوا لنا ما رح يقدر يمشي عضله القلب قليله، فانت بتسمعي طبعا مع المجتمع المحيط عندنا طاقته سلبيه. صح. انه بس بيقول لك امثله سلبيه انه فلان كان عنده ومات فلان، يعني يمكن انا ذكروا لي 20 حاله. فلما وصلت ل Gift of Life اول شغله بتذكرها انه خلص جات بيدين امينه. مزبوط. بتعرفي يعني قصة جاد وقصة غيره من الأطفال بترجع لنا كتير من الثقة والأمل إنه لسه في كتير خير عند الناس، يعني بالرغم من إنه مرات واحد ما بشعر في عدالة حقيقية على الأرض، ولكن يعني أمثالكم أمثال هذه الجمعيات هي اللي بتساهم إنه نحقق هذه العدالة. إن شاء الله عليه. أنت هلا شفتيه واقف، يمكن ما تخيلتي ليوم إنه يكون موجود بعيد الشر عنه. الحمد لله. يعني إنه بدي أحكيها كلمة أخيرة. فضل. لما كنا بالمستشفى
المستشفى وكانت عملية صعبة وأجواء صعبة والكل كان كنت شعري إنه هم أهل جاد مش إن إحنا، يعني القلق اللي كان عندهم أكتر منا، وصدقا مش عم بجامل أو إني عم بحكي شيء مش حقيقي. لما كنا بالمستشفى الرعاية اللي أخذناها أبدا ما كنت بحياتي بتخيلها. للأسف انتهى وقت الفقرة، شكرا جزيلا. إحنا بندعو لكتار من الأشخاص يكونوا معكم بكرة، التفاصيل أعتقد الساعة 8 في فندق الفور سيزنز، لكل الأشخاص اللي بيحبوا يشوفوا هذه الابتسامة على الأطفال وعلى أهاليهم. أهلا وسهلا فيك مهندسنا المشربش أبو فرح، وإنت عم بتبث الفرح للكثير يا رب، وسلامنا لأم فرح أيضا هي في الجمعية سترندا. شكرا جزيلا، الله يخلي الجميع، خلي أولادك. شكرا على الاستضافة. باي باي باي.